إذا قرأ الإنسان في سير أولئك الأعلام ونظر في أحوالهم ازدادت همته وترك الكسل وحاول أن يقتدي بهم وكان له طاقة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. من أولئك الأعلام اللي أنت تقرأ لهم تقول يا سلام لو الواحد يقتدي بهؤلاء حتى ولو في الشيء القليل. من أولئك الأعلام سيدنا الإمام سليمان التيمي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 143 عن سن 97 سنة، ما شاء الله عمر. ربنا يبارك في أعمارنا وفي أعماركم في طاعة الله، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. تعال نشوف بقى من هو الإمام شيخ الإسلام أبو المعتمر سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله تعالى. روى عن أنس بن مالك وعن أبي عثمان النهدي وعن طاووس وعن يحيى ابن يعمر وعن بكر ابن عبد الله المزني وعن الحسن وعن طلق بن حبيب وعن ثابت وعن قتادة، كل دول شيوخه الذين أجلهم سيدنا أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رحمه الله تعالى مقدما في العلم والعمل، ده اللي احنا بندور عليه. ازاي تكون انت مقدم في العلم ومقدم في العمل؟ مش بس في العلم ومش بس في العمل، لازم تكون اخر طرف من الاثنين، من العلم مع العمل، لان الانسان يتعلم ليعمل، فاذا لم يعمل بعلمه ضيع نفسه، واذا عمل من غير علم ايضا ضيع نفسه.